السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرات الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. الآلاف يشيعون جثمان الرئيس الأسبق سيدي محمد بن الشيخ عبد الله بحضور رئيس الجمهورية. وفد قيادي من البوليساريو يزور نواكشوط ويسلم الرئيس الموريتانيا رسالة خطية من نظيره الصحراوي. وزارة النفط تطلق أياما تشاورية حول الاستراتيجية المعدنية وتبرز من بين أهدافها توفير الطاقة والماء. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد عن وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد بن الشيخ عبد الله عن عمر بلغ 82 عاما، ويعتبر بن الشيخ عبد الله سابع رئيس لموريتانيا حيث حكم البلاد من 19 إبريل 2007 عفوا حتى 6 أغسطس 2008، وسبق أن شغل عدة مناصب وزارية في عهد الرئيسين السابقين المختار ولدادة ومعاوية ولطايا. متابع. ربما تكون هذه من آخر المناسبات العامة التي خرج فيها الرئيس الأسبق سيدي محمد الشيخ عبد الله إلى الأضواء عقب ابتعاده عنها ردحا من الزمن، وبعد صمت اختياري طويل أبى إلا أن يستمر. هنا كان الشيخ عبد الله يشارك في احتفالات ذكرى 59 لعيد الاستقلال رئيسا سابقا للجمهورية، استجابة لدعوات وجهت إلى جميع الرؤساء السابقين للدولة التي كان شاهدا على المراحل الأولى لبنائها بين ولايتي البراكنة وترارزة، وتحديدا في ألاغواروسو. تلقى الشيخ عبد الله تعليمه الأساسي والإعدادي قبل أن يتنقل بين السنغال وباريس لإكمال تعليمه الثانوي والجامعي، وذلك بتخرجه من فرنسا بشهادة الدراسات المعمقة في الاقتصاد عام 1968. عاد الشيخ عبد الله إلى وطنه والتحق بحزب الشعب الحاكم آنذاك، وترقى في قيادته وفي العمل الحكومي الذي بدأه مديرا للتخطيط بداية سبعينيات القرن الماضي، وأسند إليه في عهد الرئيس المؤسس المختار الداداه منصب وزير الدولة المكلف بالاقتصاد منذ عام 71 900، وحتى دخوله السجن بعد الإطاحة بولداده عام 78. لم تكن بالطبع تلك نقطة النهاية المهنية ولا السياسية حتى للرئيس الشيخ عبد الله، حيث عمل طيلة 4 سنوات مستشارا للصندوق الكويتي للتنمية خلال بداية الثمانينيات، ليعينه الرئيس الأسبق معاوية ولطايع وزيرا للمياه والطاقة، ثم وزيرا للاقتصاد والصيد البحري عام 86 900. بعد الانقلاب على أولي الطايع عام 2005 ترشح الشيخ عبد الله للرئاسة وفاز بها في الشوط الثاني، ليتسلم الحكم من رئيس المجلس العسكري الحاكم آنذاك علي المحمد فال في 19 أبريل 2007، قبل أن يطاح به في انقلاب عسكري أغسطس من العام الموالي، وتبدأ أزمة سياسية في البلاد ستنتهي بتنازله عن الحكم يونيو 2009، ليتفرغ لشأنه إلى أن يوافيه الأجل ويشيعه الشعب والحكومة والذكريات. شيع آلاف الموريتانيين جثمان الرئيس الأسبق سيدي محمد بن الشيخ عبد الله في جنازة رسمية حضرها الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني وأعضاء الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية وجموع من المواطنين. وعلى إثر وفاة الراحل أعلنت رئاسة الجمهورية عن حداد لمدة 3 أيام على كافة التراب الوطني الموريتاني. نتابع. يقف هؤلاء القادة الأمنيون والعسكريون والوزراء هنا في ساحة شامع بن عباس العتيق بالعاصمة نواكشوط في انتظار جثمان الرئيس الأسبق للبلاد سيدي محمد الشيخ عبد الله.
رئاسة البلاد قررت إقامة جنازة رسمية تشييعا للرئيس الأسبق الذي وافاه الأجل المحتوم مساء الأحد بالعاصمة نواكشوط عن عمر ناهز 82. حضر جثمان الرئيس السابق مسجن بالعلم الوطني ومحاطا بعدد من العسكريين الموريتانيين إكراما للسنوات التي خدم فيها البلاد رئيسا للجمهورية وقبلها في عدة حقائب وزارية. الرئيس محمد الشيخ الغزواني ووزيره الأول محمد البلال وأعضاء حكومته وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن وكبار شخصيات سامية في الدولة كانوا من جملة المصلين على الجنازة التي أما الصلاة عليها الشيخ التيجاني والشيخ عبدالله الذي حيا رئيس البلاد في عقاب الصلاة على الجنازة وتبادلا التعازي في رئيسهما السابق. فالرئاسة الموريتانية نعت الراحلة في عقاب وفاته معلنة عن الحداد لمدة 3 أيام على كامل التراب الوطني إثر وفاته. مئات آخرون من المواطنين أبوا لا يشاركوا في جنازة الراحل إذ هو أول رئيس مدني انتخبوه بكامل إرادتهم وفق كثيرين منذ استقلال البلاد عن فرنسا مطلع الستينيات من القرن الماضي، رئيسهم الذي خاطبهم جميعا دون أن يستثني أحدا ذات سانحة أحس قبلها بالظلم قائلا: سأخرج كما دخلت سليم القلب، لا أضمر الحقد لأي موريتاني وأتمنى للجميع الخير. قدمت عدة أحزاب سياسية وشخصيات وطنية العزاء في الرئيس الراحل سيدي محمد الشيخ عبد الله، من بينها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وحزب حاتم وزعيم المعارضة. ووصف رئيس اتحاد قوى التقدم محمد المولود وفاة الرئيس الأسبق بالخسارة الكبيرة للشعب الموريتاني. وقال المولود في تصريح لقناة المرابطون إن الشيخ عبد الله فتح باب الآمال في دخول موريتانيا في عهد جديد تطبعه الديمقراطية، مضيفا أنه مرجعية وطنية بارزة. وفاة المرحوم خسارة كبيرة للشعب الموريتاني، فكان وخسارة بالطبع كبيرة لذويه ولمحبيه ولكل الوطنيين. نستذكر جميعا لأنه كان هو أول رئيس منتخب ديمقراطيا وقاد أول تجربة ديمقراطية في هذا البلد، وفتح باب الأمال في دخول موريتانيا في عهد جديد. إذن خسارة رمز للديمقراطية وللنضال من أجل الديمقراطية، وخسارة أيضا مرجعية وطنية بارزة ونادرة في هذا الزمان المضطرب. وأضاف المولود أن الرئيس الأسبق اتسم في دفاعه عن قناعاته بالشجاعة وأنه جنب البلاد الانزلاق نحو العنف والاضطراب. يدافع عن قناعاته بالشجاعة وذلك اتضح عندما كنا في ظروف معروفة في امتحان قوي سياسي، يتسمى بشجاعة كبيرة للدفاع عن مبادئ وطنية وديمقراطية، ومع ذلك قبل الاستقالة من منصبه الرئاسي لفتح باب الحل، حل يجنب البلاد مخاطر العنف والاضطراب. رحم الله سيدي محمد الشيخ عبد الله واسكنه فسيح جناته. ادى وزير الخارجيه الصحراوي محمد سالم السالك والوزير الامين العام للرئاسه الصحراويه ابراهيم محمد محمود زيارة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، وسلم الوزيران رسالة خطية إلى الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني من نظيره الصحراوي إبراهيم غالي. وقال والسالك إن الرسالة كانت حول آخر تطورات القضية الصحراوية والعلاقات الثنائية، مؤكدا أن الجمهورية الصحراوية تعتقد أن الاستقرار والأمن في المنطقة مرتبطان باحترام الحدود وعلى العدل والحق، مشيرا إلى أن الشعب الصحراوي يعمل من أجل السلام ويكافح من أجل حقوقه على حد قوله.
نظمت وزارة النفط والطاقة والمعادن الموريتانية صباح الاثنين ورشة فنية بمشاركة عدد من الخبراء والموظفين في القطاع، وتمهد الورشة لأيام تشاورية حول الاستراتيجية المعدنية والمحتوى المعدني باعتبار قطاع المعادن مساهما رئيسيا في تنمية البلاد. وأكد مسؤولون في الوزارة أن أهداف الاستراتيجية تتمحور حول 4 أهداف يتقدمها توفير المياه والطاقة. يشتمل الإعلان الجديد للسياسة المعدنية على الأهداف الاستراتيجية 4 التالية: تعزيز البنى التحتية الداعمة كالطاقة والمياه والطرق والاتصال، تحسين الجاذبية ورفع من مستوى الثقة، رفع من مستوى العوائد الاقتصادية والمالية للنشاطات المعدنية، وتعظيم مساهمة القطاع في الرفاه الاجتماعي للمجتمع. وستقدم عروض مفصلة حول هذه المحاور وآلية ترجمتها إلى خطط مع تفصيل مختلف الخيارات، على أن نأخذ بعين الاعتبار أهم التجارب وأفضل الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي. أيها السادة والسيدات، بالإضافة إلى ما سبق ونظرا لأهمية التكوين ونقل الخبرات وتعزيز الكادر البشري الوطني وإدماجه في عملية تطوير المقدرات المعدنية، يولي القطاع أهمية خاصة للمحتوى المحلي باعتباره وسيلة هامة وتعزيز ودعم العائدات الاقتصادية لاستقلال المعدني. أطلقت وزارة التهذيب الموريتانية حملة لتسليم الكمامات ولوازم تنظيف الأيدي لصالح مؤسسات التكوين المهني، وترأس حفلا أقيم بالمناسبة الأمين العام للوزارة، شارك فيه السفير الفرنسي بن وقشوط وممثل عن الاتحاد الأوروبي. وقال الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح في كلمة بالمناسبة إن تسليم هذه الدفعة يدل على عمق الصداقة بين موريتانيا وشركائها الفنيين والماليين. الاحتفالية التي تجمعنا اليوم كما ذكر شركاؤنا، والتي يتم خلالها الشروع في توزيع الكمامات ومعدات غسل الأيدي، تؤكد مرة أخرى العلاقات الممتازة التي تربط موريتانيا بشركائها الفنيين والماليين، وبالخصوص الاتحاد الأوروبي وفرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية. وكما ذكر السفير قبل قليل، فإن الأولوية في موريتانيا هي لتكوين الشباب على ريادة الأعمال وتبسيط حياتهم المهنية. نظم عدد من الأساتذة المشاركين في الملتقى التكويني على المناهج الدراسية الجديدة وقفة احتجاجية بالعاصمة نوشوط رفضا لظروف التكوين. وجدد مشاركون في الوقفة المنظمة أمام ثانوية دار النعيم المطالبة بتوفير أماكن لائقة للتكوين وبزيادة التعويضات المالية، مؤكدين أن الأساتذة لن يقبلوا بالإذلال وفق قولهم. هذا الاعتصام بدأ الأساتذة منذ اليوم الأول لهذا التكوين احتجاجا على جملة من القضايا، من أولها ظروف هذا التكوين، ظروف نعنو بها ظروف بجميع أبعادها، يسوى كانت متعلقة بالجوانب المكان، عدم كونه غير لائق بالأساتذة، غير منظف وغير معد لهذه التكوينات ناحية اللوجستيات. أيضا محتجين على قضية التعويضات الزهيدة، هي احتجاجنا الأول رقم واحد، أنا محتجين للتعويضات الزهيدة اللي تنعطى الأساتذة لهذه التعويضات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي إهانة في حد ذاتها للأساتذة. محتجين أيضا بشكل أوسع وأكبر على امتناع الجهات الوصية، سواء كانت وزير التهذيب سواء كانت الجهات قاع العليا للدولة، عن لقاء الأساتذة في الزويرات وفي سيدي بابي. ومعنا الأستاذ اليوم هذه الهبة، الأساتذة اليوم يدوروا من خلالها توصيل رسائل واضحة. الرسالة الأولى عن الأستاذ ما تلقى السياسات اللي كانت تنتهج سياسات الإذلال. أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن الحصيلة الوبائية ليوم الاثنين، وذلك في مؤتمر صحفي حضره مدير الصحة العمومية ومدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية ومديرة الطب الاستشفائي. وقدم مدير الرقابة الوبائية الأرقام المتعلقة بجديد الحالات المسجلة
خلال يوم الاثنين، والتي بلغت 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا. تسجيل 39 من الإصابات الجديدة موزعة على 14 من المخالطين و25 من الحالات المجتمعية، فيما بلغت الحمد لله حالة الشفاء 18 حالة شفاء جديدة، وكانت الوفيات ولله الحمد صفر وفاة مسجلة لهذا اليوم. بالنسبة لتوزيع هذه الحالات على مستوى مقاطعات الوطن كانت على الشكل التالي: سجلت حالة واحدة في مقاطعة كيفة وهي الحالة الوحيدة خارج نواكشوط، فيما توزعت 38 حالة إصابة جديدة الباقية على مقاطعات نواكشوط. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الآلاف يشيعون جثمان الرئيس الأسبق سيد محمد والشيخ عبد الله بحضور رئيس الجمهورية. وفد قيادي من الكوريساريو يزور نواكشوط ويسلم الرئيس الموريتانية رسالة خطية من نظيره الصحراوي. وزارة النفط تطلق أياما تشاورية حول استراتيجية المعدنية، ومن أبرز أهدافها توفير الطاقة والماء. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.